السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي. أنا عددت 110 سؤال، إن شاء الله لن يخرج عنهم الامتحان أو هيأتي بنسبة كبيرة منهم من الأسئلة دي. طبعا احنا عارفين إن احنا عندنا الدرسين الأول والتاني من الوحدة الثالثة هما المقررين علينا نتيجة توقف الدراسة بسبب الفيروس اللعين كورونا. نسأل الله أن يعافيكم ويعافينا من هذا الفيروس. هنبدأ مع بعض كده. أول سؤال، بيقول لنا هنا تؤدي الهجرة، تؤدي زيادة غير الطبيعية. طبعا زيادة غير طبيعية، الزيادة الطبيعية اللي هي ايه؟ مواليد ووفيات، مواليد ناقص وفيات. طب تؤدي زيادة غير الطبيعية، غير الطبيعية اللي هي مقصود بها الهجرة، إلى تغيير حجم السكان الدولة من خلال، طبعا الهجرة الداخلية مش هيغير سكان الدولة، حجم سكانها. يعني أول اختيار الهجرة الداخلية. طبعا الهجرة الداخلية مش هتؤدي، لأن أنا لو سافرت مثلا من القاهرة، أو سافرت مثلا من الفيوم للقاهرة، تمام؟ او من المنيا للقاهره، يبقى انا كده برضو داخل ايه؟ داخل دوله، هي مصر، داخل مصر. فبالتالي الهجره الداخليه كده مش هتغير دي إيه؟ تؤدي الى تغيير حجم السكان الدوله. طبعا ولا ارتفاع معدل المواليد ولا ارتفاع معدل الوفيات، لان اتفقنا ان دوت ايه؟ زياده. دول معاملين بيؤثروا في الزياده الطبيعيه مش غير الطبيعيه. فبالتالي الاجابه هتبقى ايه؟ الهجره الايه؟ الهجره الخارجيه. تاني سؤال بيقول لنا يفضل سكان محافظه قنا الهجره الى. طيب تعالوا نبص مع بعض في الجزء دوت. هنشرح حاجة صغيرة كده عشان اللي هي ايه اللي هي خريطة تيارات الهجرة. بصوا معايا كده. أولا عندنا مجموعة من المناطق اللي بيهاجر لها السكان. أولا عندنا القاهرة، تمام؟ ملاحظين كده جاي من الصعيد، اللي هو الجزء حتى مكتوب تيار هجرة إلى القاهرة، اللي هو اللون الايه؟ الأخضر ده قرية تيار هجرة إلى القاهرة. طبعا بتيجي تقريبا من معظم محافظات مصر، ملاحظين جاي من الصعيد، جاي من محافظات الدلتا هنا، تمام، للقاهرة. طبعا القاهرة والجيزة، تمام، باعتبار ان ده ايه؟ القاهرة الكبرى، تمام. عندنا بعد كده الإسكندرية، احنا ملاحظين برضو عندنا مدن القناة. طبعا الإسكندرية اللي هي باللون الأسود، اللي هو تيار الهجرة باللون الأسود، وعندنا مدن القناة، تمام، اللي هي ايه؟ التيار باللون ايه؟ باللون الاحمر، تمام. وعندنا برضو طبعا جنوب سيناء برضو ايضا من محافظات الايه؟ الجاذبه للسكان، تمام. هنا عندنا طبعا محافظات القناه احنا عارفين اللي هي اسماعيليه والسويس وبورسعيد، جميل. وعندنا هنا برضو ايه؟ محافظه البحر الاحمر متمثله خاصه في مدينه الايه؟ مدينه الغردقه. ونلاحظ جايه منين؟ من قنا وسوهاج. طبعا سؤالنا هنا بيتكلم على ان سكان قنا بيفضلوا الهجرة إلى مين؟ طبعا لقرب المسافة هيبقى إيه؟ هيبقى مدن البحر الأحمر، مدن البحر الإيه؟ الأحمر، لقرب المسافة، مدن البحر الأحمر اللي هي من ضمنها مدينة الإيه؟ الغردقة. ده السؤال اللي إيه؟ الموجود بتاعنا. طيب بالمرة كده عشان طالما اتكلمنا على السؤال دوت، نشوف المحافظات الجاذبة للسكان، تمام؟ المحافظات الجاذبة للسكان، محافظات الطرب، المحافظات الجاذبة القاهرة، اسكندرية، الجيزة زي ما احنا قلنا دلوقتي، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، محافظة البحر الأحمر في مدينة إيه؟ الغردقة. عندنا محافظة جنوب ايه؟ سيناء. المحافظات الطارده، طارده يعني بتخرج السكان منها، تمام، زي محافظه المنوفيه والغربيه والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ. عندنا كمان محافظات الصعيد زي اسوان وايه والاقصر وقنا واسيوط وايه وسوهاج والمنيا. طبعا لو رجعنا كده للخريطه، نلاحظ اللي هي ايه؟ المحافظات اللي بتخرج منها الايه؟ تخرج منها الاسهم دي، اللي هي خارجه منها ديت محافظات طارده كده، اللي راح ليها السهم دي المحافظه الجاذبه، تمام كده. طيب نرجع نكمل اسئلتنا. يبقى ده تاني سؤال. طبعا يفضل سكان محافظه قنا الهجره الى مدن البحر الايه؟ الاحمر، خاصه الغردقه. طيب عندنا بعد كده تتشابه محافظه المنوفيه مع محافظه سوهاج في ايه؟ عندنا محافظه المنوفيه ومحافظه سوهاج، احنا لسه قايلين من شويه اللي هم طبعا مش هيرتفع بيهم الاجور، لان هم محافظات طارده اصلا ولا جاذبتان للسكان، لا هم طاردتان فعلا للسكان. تتسع بهم الايه؟ الملكيات الزراعيه؟ لا، مش برضو مش هي دي الاجابه. هي الاجابه المفروض طاردتان ايه؟ للسكان. تعال نبص مع بعض السؤال الرابع. بيكلمنا هنا تتشابه محافظه اسوان مع محافظه قنا في ايه؟ نلاحظ كده مستوى الخدمات، نسبة الإناث إلى الذكور،
نسبة الإناث إلى الذكور هنا المفروض ديت انخفاض، دي كلمة انخفاض هنا، يعني بس الخطأ، وديت إيه؟ زيادة، تمام؟ زيادة الإناث أو زيادة عدد الإناث أو ارتفاع الإناث إلى الذكور، ارتفاع أو زيادة الاتنين بنفس المعنى يعني. تمام؟ طيب، طبعًا إحنا لو نلاحظ بقى إيه؟ لو قلنا مثلًا تتشابه محافظة أسوان مع إناث في إيه؟ في انخفاض الإناث إلى الذكور، ولا ارتفاع الإناث إلى الذكور، ولا الأجور؟ تمام؟ هنلاحظ مع بعض كده لو ركزنا، هنلاحظ الأسوان وإيه إحنا قايلين دلوقتي اللي هم طاردات للسكان. طب مين الفئة اللي بتخرج تسافر عشان تشتغل، الذكور ولا الإناث؟ طبعًا الذكور، تمام؟ فالذكور لما يهاجروا أو يسافروا من أسوان وقنا إلى محافظة تانية جاذبة، سواء القاهرة أو اسكندرية أو غيرها من المحافظات، أو قنا أو غيرها من المحافظات اللي إحنا قلناها، أو آسف، أو مدينة الغردقة اللي موجودة في محافظة البحر الأحمر أو غيرها، طبعًا كده الذكور هيسافروا، فبالتالي هيحصل ارتفاع للإناث بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للذكور في محافظة أسوان وإيه؟ وقنا، يبقى هي الإجابة المفروض هتبقى إيه؟ ارتفاع الإناث بإيه؟ إلى الذكور، تمام؟ طيب، عندنا بعد كده بيتكلمنا من الأسباب الاجتماعية المؤدية لارتفاع معدلات المواليد في مصر، تمام؟ بيقول لك ارتفاع نسبة الأمية، ارتفاع مستوى المعيشة، توافر فرص العمل، الهجرة إلى الخارج، تمام؟ طبعا الأسباب الاجتماعية، احنا عايزين سبب اجتماعي بيؤدي إلى ارتفاع معدلات المواليد، تمام؟ فاللي بيؤدي لارتفاع معدلات المواليد هو إيه؟ ارتفاع نسبة الأمية، تمام؟ ارتفاع نسبة الأمية، طبعا ارتفاع نسبة الأمية كمان نتيجة الإيه؟ اللي هو الأمية برضو بترسخ بعض المفاهيم والاعتقادات اللي إيه؟ الخاطئة، اللي هي مثلا يبقى مثلا احنا لازم يبقى عندنا عزوة، لازم يبقى العدد كبير، الأطفال، العدد الأولاد كتير، فدي من الأسباب اللي ايه بتؤدي إلى ارتفاع معدلات الايه المواليد، تمام؟ لأن في اعتقادات بتبقى خاطئة مترسخة مع ايه، مع مفهوم، مع نسبة، مع ارتفاع نسبة الأمية، يعني الأميين بيبقى العدد عندهم أو الاعتقادات دي عندهم بزيادة. عندي بعد كده يفضل سكان غرب الدلتا الهجرة إلى غرب الدلتا، تفتكروا غرب الدلتا كده لو احنا ركزنا مع بعض، غرب الدلتا اقرب مكان ليهم ولا محافظة جنوب سيناء ولا القناة، ولا هي محافظة الاسكندرية. تعال نبص برضو على الخريطة عشان تبقى الكلام واضح اكتر، نلاحظ كده لو جبنا الخريطة دي مثلا، ماشي، دي هتبقى خريطة اوضح، لاحظوا معايا، ادي دي كده سكان غرب الدلتا، ادي دي الدلتا قدامنا اهيت، تمام؟ غرب الدلتا اللي هو الجزء ده، ماشي، غرب الدلتا اقرب حاجة ليهم مين؟ محافظة اسكندرية، فبالتالي هيبقى ايه اقرب من ان هي تروح القاهره او تروح مدن القناه او يروح البحر الاحمر او يروح حتى الجنوب سيناء، يبقى اسكندريه هي ايه اكتر حاجه ممكن تبقى ايه، تبقى موجوده عندنا بالنسبه للاجابه دي، احنا ايه وضحناها على الخريطه كده. طيب عندنا بعد كده بيكلمني على سؤال رقم 7، ترتفع نسبه الايه، ترتفع نسبه الذكور عن الاناث نتيجه للهجره، الداخليه في محافظه سوهاج، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ. طبعا الذكور بيزدادوا اكيد في المحافظة الجاذبة للسكان، فالمحافظة الجاذبة للسكان هيبقى عندنا مين؟ هي الجيزة، تمام؟ المحافظات الجاذبة للسكان احنا سائلينهم دلوقتي، تمام؟ طيب بعد كده بيتكلم بيقول لي يدل الهرم السكاني لمصر ان معظم سكانها من الشباب ولا الاطفال ولا الحضر ولا كبار السن. طيب تعالى نبص كده مع بعض، برضو محتاجين ان احنا نبص على الايه، على عشان نوضحه اكتر، الهرم السكاني. لو بصينا كده على الهرم السكاني، الهرم السكاني لو نلاحظ اولا عندنا قاعده الهرم، اولا الهرم السكاني عشان الناس تبقى فاهمينه، بيبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده خط، زي خط اعداد كده موجود ايه، معمول عليه النسب، طبعا في جزء يميني زي ما احنا شايفينه، جزء يساري، الجزء اليساري ده محطوط فيه الذكور، تمام؟ بيبتدي يمثل بقى، يعني مثلا ده كده ايه قاعدة صغار السن، هنا مثلا من سن يوم لغاية سن ايه 5 سنوات، اللي هو الجزء اللي تحت ده، هنفترض اللي هم بناء على ده الهرم السكاني من 2006، بناء على التعداد السكاني 2006 هو ابتدى ايه يوضح او يمثل دوت على ايه، على الهرم السكاني، فده كده ايه نلاحظ كده حوالي تقريبا 5.7، 5.8 اللي احنا ملاحظين لغاية الايه الجزء ده، المهم يعني، تمام؟ ده الجزء اللي ده الجزء بالنسبه من 0 ل 5 زي ما احنا شايفين كده، او من سن يوم لسن 5 سنوات، طبعا ده بالنسبه للذكور. طب بالنسبه للاناث الناحيه الثانيه وهكذا.
طبعا من اول ايه الجزء اللي تحت دوت قاعده الهرم ده يمثل ايه؟ يمثل صغار السن اللي هو من سن ايه؟ يوم لغايه سن 15 سنه، تمام؟ ده كده قاعده الهرم، دول صغار السن، تمام؟ لو نلاحظ كده منطقه قوه العمل اللي هي من اول 15 لغايه 65، طبعا الشباب لو احنا ملاحظين هو الجزء هيبقى موجودين في الجزء بتاع قوه العمل ده، تمام؟ طيب نلاحظ الجزء ده يبقى كده عندنا طبعا كبار السن اللي هم من 65 او من 65 لغايه فوق ال 75، احنا ملاحظين ان هو النسبه موجوده فوق قدامنا اهي، تمام؟ طيب كده انا عايز اقوله طبعا لو زادت كده واضح جدا ان اكبر فئه عندنا موجوده هي فئه الايه؟ الشباب بالنسبه للهرم السكاني لمصر عام 2006، تمام؟ طبعا في ملاحظه تانيه هقولها عشان لما تيجي بعد كده تاني، ان لما تزيد نسبه فئات السن سواء كبار السن او صغار السن يبقى كده بيزداد نسبه الاعلى، يزداد نسبه الاعلى يعني ايه؟ زاد نسبه الاعلى يعني محتاجين مصاريف، محتاجين ايه؟ متطلبات حياتيه يوميه كتيره، تمام؟ خاصه مثلا ايه بالنسبه لصغار السن محتاجين، طبعا كبار السن تعبوا وبالتالي في الفتره دي بيبقوا مرتاحين فتره ايه في نهايه العمر، تمام؟ فمحتاجين ايه صرف عليهم، برضو نفس الفكره صغار السن بقى محتاجين لا العكس، محتاجين ان هم يتصرف عليهم عشان ايه دول صغيرين محتاجين يتعلموا، محتاجين مدارس، محتاجين تعليم، محتاجين صحه، محتاجين، فده كله ايه ده كله تبع في ايه تبع في محتاجين تربيه، ده كله محتاج مصاريف، فبالتالي دوت ايه ده فئه صغار السن، فدي زياده نسبه الاعلى في حاله ايه قاعده الهرم او قمه الهرم زادت النسبه فيه. طبعا احنا لو اتكلمنا على السؤال بتاعنا دلوقتي هو اكبر نسبه دلوقتي موجوده هي فئه الايه فئه الشباب، تمام؟ طيب نرجع تاني. طيب عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي يبقى كده يدل الهرم السكاني ده الشباب، الاجابه دي الشباب. تستطيع الدوله ضبط معدلات الهجره الداخليه اذا تمت بايه بقى؟ بتحديد التركيب النوعي، طب لا التركيب النوعي اللي هو ذكور واناث، لا توزيع الايه؟ الخدمات التعليميه والصحيه، تحديد اعداد المهاجرين، تحديد نوعيه الهجره. لا طبعا هنا واضحه جدا عشان اضبط معدلات الهجره الداخليه ما يروحش ما يسافرش حد من محافظه طارده لمحافظه جاذبه، لا اهتم بتوزيع الخدمات التعليميه والايه؟ والصحيه، تمام كده؟ يبقى دي هي الايه؟ الاجابه. العامل الاكثر تاثيرا في نمو سكان ايه؟ مصر. عندنا العامل الاكثر تاثيرا في نمو سكان مصر معدل المواليد، الهجره الداخليه، الهجره الخارجيه، صافي الهجره. طبعا لا الاكثر تاثيرا في نمو سكان مصر هي معدل الايه؟ المواليد. زيادة عندنا في زيادة في معدل الايه؟ المواليد، تمام كده؟ عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده يقول لك يعد صغر مساحة الملكيات الزراعية من العوامل المؤثرة سلبا على محافظة السويس، جنوب سيناء، بورسعيد، كفر الشيخ. هي الإجابة كفر الشيخ. تعالى نبص هنا يعني هركز في النقطة دي. تعالى احنا دلوقتي عندنا في محافظات احنا قلنا من شويه جاذبه، طب ليه محافظات دي جاذبه زي القاهره واسكندريه وغيرها من المحافظات اللي احنا قلناها، وفي محافظات طارده زي مثلا كفر الشيخ لسبب صغر مساحه الملكيات الزراعيه، طب ليه؟ طبعا في اسباب عامه، طبعا عامل الجذب اللي بيخلي كده عندنا في توافر فرص العمل في المحافظات الجاذبه، ارتفاع الاجور، ارتفاع مستوى المعيشه، توافر الخدمات التعليميه والصحيه والاجتماعيه، تركز الاداره والحكم وخاصه فين؟ في العاصمه في القاهره، تمام؟ عوامل الطرد بقى العكس، قله فرص العمل، انخفاض الاجور، تدهور مستوى الخدمات التعليميه والصحيه، قله الوحدات السكنيه، صغر مساحه الايه؟ الملكيات الزراعيه، ودي ايه صغر مساحه الملكيات الزراعيه اللي من ضمنها زي ما احنا قلنا كده فين؟ محافظه كفر الايه؟ كفر الشيخ. تعالى نكمل بعد كده. بيقول لك يؤدي استثمار القدرات العلميه في مصر الى ارتفاع معدلات التنميه الاقتصاديه، ارتفاع معدل الاعاله، عدم الاستعانه بالخبرات الاجنبيه، زياده معدلات الهجره الايه الخارجيه. لا طبعا زياده القدرات العلميه تؤدي الى ارتفاع معدلات التنميه الايه الاقتصاديه، ارتفاع معدلات التنميه الاقتصاديه، تمام؟ طيب عندي بعد كده توجد علاقه بين فئه منتصف الهرم السكاني لمصر، تمام؟ وايه بقى؟ ووصول مصر لمرحله الاستقرار السكاني، قلة نسبة الإعالة، قدرة مصر على تحقيق كافة برامج التنمية، انخفاض القدرة الإنتاجية. طبعا لا واضحة جدا اللي هي إيه؟ عدم اللي هي قدرة مصر على تحقيق كافة برامج الإيه؟
التنمية، برامج التنمية، تمام؟ ليه؟ لأن فئة منتصف الهرم السكاني هي إيه؟ هي فئة الشباب اللي هي قوة العمل، هي الفئة اللي إحنا قلنا عليها قوة الإيه؟ قوة العمل، تمام؟ طيب، عندي بعد كده أكثر العوامل المؤثرة في الزيادة الإيه؟ في الزيادة السكانية بمحافظة الإسماعيلية. ارتفاع من نسبة الإناث، ارتفاع نسبة الذكور، الهجرة الداخلية، الإيه؟ المواليد. لا طبعًا إحنا نلاحظ أكثر العوامل المؤثرة في الزيادة هي الهجرة الإيه؟ في محافظة الإسماعيلية، الهجرة الداخلية، تمام؟ الهجرة الداخلية. عندي بعد كده يعني دي من محافظات الجاذبة زي ما إحنا قلنا من شوية، فهي أكثر عامل بيأثر في الزيادة السكانية فيها هي ليه؟ الهجرة الداخلية. طيب، من المقترحات اللازمة لخفض معدلات النمو السكاني لمصر عندنا خفض معدلات الأمية، الاهتمام بالخدمات، تشجيع الهجرة الخارجية، ارتفاع مستوى الدخل. لا طبعا خفض معدلات الايه؟ الأمية، تمام؟ عشان معدلات الأمية احنا قلنا من شوية لو اهتمينا بإن احنا نخفض معدلات الأمية بعض المعتقدات ديت ايه؟ هتساهم في خفض معدلات النمو الايه؟ السكاني وخفض معدلات الايه؟ المواليد بالذات، تمام كده؟ طيب، عندي بعد كده بيقول لك تدل نسبة الإعلى اللي احنا السؤال الجزء اللي احنا شرحناه من شوية ديت، تدل زيادة نسبة الإعالة، يعني لما يكون في زيادة في نسبة الإعالة بيدل على إيه؟ عدم القدرة على توفير المتطلبات الحياتية، ولا القدرة على العمل والإنتاج، ولا ارتفاع نسب منتصف العمر، ولا ارتفاع مستوى المعيشة. طبعا لا، القدرة، عدم القدرة على توفير المتطلبات الحياتية، احنا قلنا زيادة نسبة الإعالة يعني محتاجين مصاريف أكتر. طيب، تأتي الهجرة الوافدة لمحافظة إيه؟ البحر الاحمر من محافظات، احنا قلنا اكتر بتيجي من محافظات الصعيد زي ما احنا شفنا كده في الايه في الخريطه من شويه، تمام؟ فيا ترى هتبقى شبه جزيره سيناء ولا شرق الدلتا ولا غرب الدلتا ولا وادي النيل؟ طبعا محافظات الصعيد موجوده فين؟ موجوده عند ايه؟ عند وادي النيل. يعني لو جبت كده جبت الخريطه اللي قبل ديت، ادي محافظات الصعيد اللي هي محافظات ديت زي سوهاج وهنا رايحه مين؟ محافظه البحر الاحمر عند مدينه الغردقه، فده وادي النيل، ده وادي الايه؟ النيل، تمام؟ لكن الدلتا اللي هي اللي فوق ديت، تمام كده؟ طيب، عندي بعد كده بيكلمني على اذا حدث اتساع، اذا حدث اتساع نسبي في منتصف العمر في المستوصف الهرم السكاني لمصر، فإن هذا يدل على صعوبة تنفيذ مشروعات التنمية، ارتفاع نسبة الإعالة، ارتفاع معدل النمو السكاني، زيادة القدرة الإنتاجية. لا طبعا زيادة القدرة الإيه؟ الإنتاجية، تمام؟ طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لك يتجه معظم المهاجرين من سكان شرق الدلتا إلى مدن القناة، الوجه القبلي، الساحل الشمالي، الوادي الجديد. طبعا هو اقرب مكان لشرق الدلتا، تمام، هو مدن الايه؟ مدن القناه، تمام. بيتجه ايه اليه؟ طبعا باعتبار برضو حاجه تانية للجزء اللي احنا قلناه ده، دول مش محافظات ايه؟ وجه قبلي ولا وادي الجديد، دي مش محافظات جاذبه اصلا للسكان، تمام. طبعا لو جبنا برضو على الخريطه كده ووضحناها، ادي ده شرق الدلتا اهيت، فاكتر ما اماكن هتروح ليها هي فين؟ محافظات القناه، ليه؟ لقرب المي، لقرب المسافه، تمام. طيب، عندي بعد كده يتحقق عامل قرب المسافة بالنسبة لتيارات الهجرة الايه؟ الداخلية بمصر بين محافظتي سوهاج وأسوان، قنا والبحر الأحمر، السويس والإسماعيلية، المنيا وبورسعيد. طبعا هي واضحة جدا، هي قنا والبحر الأحمر، واحنا لسه ايه؟ المسافة قريبة جدا ما بينهم، تمام. وباعتبار برضو الباقي ديت سوهاج وأسوان دول أصلا محافظتين طاردتين، السويس والاسماعيليه دول محافظتين جاذبتين، تمام. المنيا وبورسعيد طبعا لا، هو دي ده بعاد عن بعض جدا، فبالتالي هي قنا ومين؟ او بعاد عن بعض كتير، فبالتالي هي قنا والبحر الاحمر. طيب، تعال نبص مع بعض. بيقول لك بعد كده نتيجه الانتقال السكان داخل حدود الدوله يحدث نقص في العماله بمحافظه الجيزه، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنوفية. طبعا المنوفية نتيجة لانتقال السكان، بيقول لك داخل حدود الدولة يحدث نقص في العمالة فين؟ المحافظة الطاردة هي مين في دول؟ المنوفية.
تمام، فيحصل هيحصل نقص فين؟ في المنوفية من حيث العمل. طيب عندي بعد كده بيقول لك تتميز القاهرة عن باقي المحافظات الجاذبة بإيه بقى؟ طبعا باقي المحافظات الجاذبة توفر الخدمات، وجود المنشآت الترفيهية، ارتفاع الأجور، وجود مركز الإدارة والحكم أو الحكم والإدارة. طبعا هو كل دوت من المحافظات الجاذبة، بس القاهرة بتتميز بإيه عن باقي المحافظات الجاذبة؟ طبعا وجود مركز الحكم والإدارة. تمام، طبعا يعني إيه يعني المركز الحكم والإدارة؟ الوزارات، الإدارات الرئيسية موجودة فين؟ في العاصمة اللي هي القاهرة. طيب عندي بعد كده بيقول لك تؤكد الدراسات أن نحو 70% من المهاجرين إلى الدول العربية تتراوح بين 20 و40 سنة، مما يدل على إيه بقى؟ لما يكون 70% من المهاجرين من 20 ل 40، تمام؟ يعني الناس قادرة على الشغل، ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية؟ طبعًا لأ. ارتفاع من نسبة الأمية؟ ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب؟ ولا زيادة هجرة العقول المفكرة؟ لأ طبعًا ارتفاع معدلات الإيه؟ ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ده دليل على إن إيه؟ لما يكون في يعني 70% من المهاجرين بره من 20 ل 40، يبقى لأ أكيد ده في معدل كبير للبطالة بين الإيه؟ بين الشباب. السؤال اللي بعد كده، يمكن خفض معدلات النمو السكاني ليصبح مواكبا لمعدلات معدلات النمو السكاني لمصر، ليصبح مواكبا لمعدلات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الهجرة الداخلية والخارجية للسكان، رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة، مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة، التوسع فين؟ في المناطق والمدن الايه؟ الجديدة. طبعا لا، مشاركة الايه؟ المرأة في مجالات العمل المختلفة. تمام؟ طيب عندي بعد كده، من الأسباب الاقتصادية لارتفاع معدلات المواليد في مصر، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع نسبة الأمية، زواج الأطفال دون 18 عام، الأفكار والمعتقدات الخطأ. طبعا من الاسباب الاقتصاديه لارتفاع معدلات الايه المواليد في مصر هو ايه؟ ارتفاع نسبه الايه الفقر. تمام، ازاي يعني؟ لما يعني احيانا في خاصه في بعض المناطق في الريف، تمام، او في القرى، بيبقى سبب من اسباب ان هو ينجب اطفال عشان يساعد اقتصاديا، ينجب اطفال يكبروا شويه، وبعد كده ايه، بعد ما الولد يكبر شويه يبتدي يساعده اقتصاديا، ايه فين؟ في ان هو ايه، يحاول إيه يشتغل مع الاسره بحيث ان هو يجيب ايه، يجيب دخل ليها. طيب من المتوقع عند حدوث زياده في عدد سكان دوله ما دون استثمار قدراتهم، يعني في زياده في عدد السكان من غير ما نستثمر قدراتهم الايه اللي هم يشتغلوا، يعني ارتفاع الاجور طبعا لا، هجره غير شرعيه، انخفاض القدره الحيويه للمجتمع، ارتفاع معدلات الوفيات. طبعا هي افضل اجابه هيحدث ايه؟ هجره غير ايه؟ غير شرعيه. تمام، ليه؟ لان انت مفيش استثمار للايه؟ لما يزيد عدد السكان وانت مش هتستثمر قدراتهم، فيبتدوا يفكروا في ان هم يهاجروا باي وسيله بحيث ان هم يروحوا في اي مكان عشان يشتغلوا فيه. طيب السؤال اللي بعد كده، يعد العامل الثاني المؤثر في نمو سكان محافظه القاهره، طبعا العامل الاول معروف اللي هو ارتفاع المواليد، طب هو ارتفاع المواليد العامل الثاني؟ لا، انخفاض الوفيات، الهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية. طبعا الهجرة الداخلية. تمام كده. طيب من العوامل التي أدت إلى ارتفاع النمو السكاني بمصر، الاهتمام بالتعليم، النقل والمواصلات، تنوع الأنشطة الاقتصادية، الرعاية الصحية. طبعا هي الرعاية الايه؟ الصحية. طيب عندي بعد كده، من الحلول المقترحة لحل مشكلة الازدحام فين؟ في القاهرة، وضع القيود على دخولها، نقل الجامعات إلى المدن الجديدة، تهجير سكان المناطق المزدحمة، زيادة الخدمات المرورية. طبعا لا، نقل ليه الجامعات الى المدن الجديده، انت لما تحاول عشان تحل مشكله الازدحام في القاهره ممكن تنقل الجامعات الكبرى اللي موجوده في القاهره، جامعه القاهره وجامعه الايه وجامعه عين شمس، ممكن تنقلهم مثلا فين؟ في مدن جديده، فده هيساعد على ان الضغط او الازدحام يخف شويه. طيب دي من الحلول المقترحه. يعني يعد صغر، سؤال رقم 30،
يعد صغر مساحة الملكيات الزراعية من العوامل المؤثرة سلبا على محافظة الوادي الجديد، شمال سيناء، مطروح، البحيرة. طبعا لا، صغر مساحة الملكيات الزراعية تمام على محافظة البحيرة تمام، وقلنا من شوية برضو كفر الشيخ. طيب، أكثر العوامل تأثيرا في انخفاض الكثافة السكانية في محافظة كفر الشيخ: موارد الإيه؟ المياه، التربة، المناخ، النقل والمواصلات. لا، في محافظة كفر الشيخ هنلاحظ أكثر العوامل المتأثر في الكثافة السكانية هي الإيه؟ التربة. خلاص. طيب، عندي بعد كده من النتائج، انا عايز بس في الجزء ده اشرح جزئيه كده صغيره. بيقول لك هنا ايه؟ لا، مش الجزء ده، مش الكتاب المدرسه. نجيب الخريطه كده. لاحظوا معايا كده، احنا عندنا هنا الدلتا من اكثر العوامل اللي بتؤثر في الدلتا بالذات هي التربه في التوزيع الايه، في توزيع السكان. طبعا موارد المياه والتربه. التربه هنا هنلاحظ طبعا وسط الدلتا، وسط وجنوب الدلتا بيزداد عدد السكان بسبب ايه؟ بسبب الايه؟ بسبب التربه، خصوبه التربه. طيب، في الاطراف الشرقيه والاطراف الغربيه، طبعا الاطراف الشرقيه هتبقى ايه؟ لمحافظه الاطراف الشرقيه، لمحافظه الشرقيه تمام، لان دي شرق الدلتا. والاطراف الغربيه لمحافظه ايه؟ البحيره تمام، لان دي غرب الدلتا. دي بيبقى في فقر فين؟ في التربه. في فقر فين؟ في التربه تمام. طيب، كمان في الاطراف الايه؟ الاطراف الشماليه. الاطراف الشماليه اللي موجوده هتلاقيها في محافظه كفر ايه؟ كفر الشيخ، بسبب كثره المستنقعات وملوحة التربة بسبب قربها من البحر المتوسط. ملوحة التربة دي برضو بيقل فيها السكان شوية. يبقى كده عندنا وسط وجنوب الدلتا ده ايه؟ ده خصوبة للتربة، فيها خصوبة في التربة، وده بيساعد على ايه؟ زيادة السكان تمام. الأطراف الشرقية والأطراف الغربية للدلتا تمام، بسبب فقر التربة بيقل فيها السكان. الأطراف الشمالية بسبب انها كثره المستنقعات وبسبب ملوحه التربه بسبب قربها من ايه؟ البحر المتوسط، بيقل برضو فيها ليه؟ فيها السكان تمام كده. طيب، عندي بعد كده اكثر العوامل، احنا قلناها ديت اكثر العوامل تاثيرا، احنا قلنا التربه. من النتائج المترتبه على هجره السكان من الريف الى المدن: ارتفاع نسبه البطاله في المدن، ارتفاع نسبه البطاله في الريف، انخفاض مستوى المعيشة بالريف، انخفاض نسبة الايه؟ الأمية. لا طبعا، ارتفاع ايه؟ نسبة البطالة في المدن، لأن أنت لما تهاجر من الريف للمدن تمام، هيبقى في فرص عمل كده ابتدت تتاخد من الايه؟ من الوظائف الموجودة في المدن. كانت ممكن ايه؟ الشباب الموجودين في المدن ايه؟ يحصلوا على الوظيفة دي، بس بسبب الايه؟ الهجرة ديت أصبح ايه؟ نسبة البطالة بتزيد فين؟ في المدن. طيب، عندي بعد كده السؤال رقم 33: تتشابه محافظة الجيزة والسويس في أنهما تمام، محافظة ديت الاتنين دول جاذبة للسكان، محافظات جاذبة للسكان، مرتفعة الكثافة الإيه؟ السكانية، طاردة للسكان، منخفضة الكثافة السكانية. طبعا احنا عرضنا من شوية محافظات الجاذبة للسكان، فبالتالي هي السويس وإيه؟ والجيزة من المحافظات الجاذبة للسكان تمام. طيب، من المشكلات التي تسببت فيها العشوائيات: ارتفاع نسبة الأمية، ارتفاع نسبة الإعالة، تهديد الأمن القومي، سوء توزيع الخدمات التعليمية. طبعا لا، واضحة جدا، تهديد الأمن القومي. ليه؟ لأن لما بتزيد العشوائيات تمام، بيبقى فيه ينتج عن العشوائيات كثير من الشباب اللي هم مش متعلمين تعليم جيد، بيبقى فيه مشاكل اجتماعية، بيبقى فيه فقر. فده كله بسبب ان هو ممكن فئة منهم، فاحنا نقول فئة منهم بيتجهوا لإيه؟ يبقوا مثلا إيه؟ يبقوا مجرمين أو يبقوا مش كويسين، فبالتالي ده ينتج عنه تهديد للأمن الإيه؟ القومي. تعمل الهجرة الداخلية في الدولة على زيادة أعداد السكان. طبعا لا، لأن هو هيهاجر داخل إيه؟ داخل نفس الدولة. زيادة معدل المواليد. لا، إعادة توزيع السكان ولا تحقيق فائض في الميزان التجاري. طبعا اعاده توزيع ليه؟ السكان تمام، لان هو كده لما بيحصل اعاده توزيع السكان داخل الدوله نفسها تمام، من محافظه لمحافظه تانيه.
من اكثر العوامل المؤثره في توزيع السكان بمحافظه بورسعيد. اكثر العوامل المؤثره في توزيع السكان بمحافظه بورسعيد تضاريس ولا ظروف سياسيه وعسكريه ولا انشطه صناعيه ولا نقل ومواصلات. طيب تعالى بس الجزء دوت هوضح حاجه كده على الايه. ايوه هنا انا بص كده العوامل المؤثره هنوضح كده بس العوامل المؤثره على الايه في توزيع السكان. عندنا العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه. طبعا عوامل مؤثره على توزيع السكان عندنا عوامل طبيعيه اللي هي متمثله في الموارد المائيه، التربه الخصبه، المناخ، التضاريس. العوامل البشريه زي النشاط الاقتصادي، طرق النقل والمواصلات، والظروف السياسيه والعسكريه. طيب احنا عندنا دلوقتي في السؤال بتاعنا بيقول لك زي ما قلنا كده بورسعيد من اكثر العوامل المؤثره في توزيع السكان ايه هي فيها؟ اسف هي ايه؟ طرق النقل والمواصلات. ليه يعني؟ قال لك لان طرق النقل والمواصلات في بورسعيد اصلا دي محافظه القناه. فقناه السويس قبل حفر قناه السويس ما كانش في عمران ملحوظ في المنطقه دي في المدن دي، ولكن بعد حفر قناه السويس اصبح في مدن نشئت، فمن ضمنها تمام مدينه زي بورسعيد او زاد عدد فيها عدد السكان يعني تمام، زي الاسماعيليه وزي القنطره تمام كده. ليه؟ لان اصبح في فرص عمل بسبب وجود قناه السويس تمام، لان من اهم ممر ملاحي فين في العالم، فبالتالي ده بيساعد على نشاط الايه، مش ساعد على العمل، فبالتالي هتلاقي في ناس تهاجر للايه لبورسعيد او غيرها من محافظات القناه عشان ايه، عشان تلاقي فرص ايه عمل. فبالتالي العامل المؤثر في توزيع السكان هنا ايه هو طرق النقل والايه والمواصلات تمام كده. طيب تعالى نبص بعد كده على السؤال اللي بعد كده بيقول لك اي محافظات التاليه يقل في بها العشوائيه. طبعا انا هدور على محافظه طارده، هدور على محافظه ايه طارده للسكان، القليوبيه، المنيا، الاسكندريه، الجيزه. طبعا هي هتبقى المنيا. طب ليه مش القليوبيه؟ القليوبيه دي المفروض يعني محافظه من محافظات القاهره الكبرى، طبعا احنا عارفين محافظات القاهره الكبرى القاهره، الجيزه ايه القليوبيه تمام. الاسكندريه لا طبعا محافظه جاذبه، والايه والجيزه. فبالتالي المحافظات محافظه طارده هي اللي هيقل فيها العشوائيات، فبالتالي المنيا تمام، لكن المحافظات الجاذبه هيزداد فيها العشوائيات لان بيزيد فيها عدد ايه عدد المهاجرين ليها. طيب من اهم المؤشرات رقم 38، من اهم المؤشرات المؤثره في الخطط الاقتصاديه لمصر التركيب العمري، التركيب النوعي، الكثافه السكانيه، الكثافه العامه، والكثافه الايه الصافيه. طبعا هي المفروض الايه اهم المؤشرات المؤثره في الخطط الاقتصاديه هي التركيب العمري. ليه التركيب العمري؟ التركيب العمري انا بعرف منه صغار السن قد ايه، بعرف منه الفئه بتاعت الشباب او فئه قوه العمل قد ايه، بعرف كبار السن قد ايه، فبالتالي انا بقدر احط خطط اقتصاديه لمصر. يعني بناء على مثلا على سبيل المثال عندي ايه، عندي صغار السن عددهم كبير، فبالتالي انا هحتاج كام مدرسه في العشر سنين الجايه مثلا. طيب لا كمان انا في الايه محتاج بعد ايه، بعد كام مثلا بعد 10 سنين المفروض الفئه بتاع صغار السن دي او 15 سنه هيبقوا ايه هيكبروا، فبالتالي انا محتاج برضو احط خطه للمستقبل يبقى ايه هي، هيبقى عندي مثلا حط قد ايه وظائف في الاعتبار، خطط مستقبليه في الاقتصاد عشان يكفي ايه يكفي الايه عدد السكان اللي هيكبر بعد كده اللي هم فئه صغار السن وكبار السن تمام. طب في الوقت الحالي عشان اقدر احدد ايه الاحتياجات بتاعتي في صغار السن، طيب لو عندي فئه الشباب هم الاكثر، لا طب محتاج قد ايه من مصانع عشان تشتغل دلوقتي عشان اقدر اوفر فرص عمل، محتاج وظائف ايه، فاهمين الفكره؟ يبقى كده واضح ايه من اهم المؤشرات المؤثره في الخطه الاقتصاديه هي التركيب الايه العمري. عندي بعد كده بيتكلمني على رقم 39، اكثر العوامل التي اثرت في اعاده توزيع سكان مدن قناه السويس في النصف الثاني من القرن العشرين. طيب عندنا التضاريس، الظروف السياسيه والعسكريه، الانشطه الصناعيه، النقل والمواصلات. طبعا احنا قلنا من عوامل البشريه من شويه من ضمنها الظروف السياسيه والعسكريه تمام، وقال لك اعاده توزيع يعني مش انت قايلين من شويه
ان توزيع السكان في مدن القناه قلنا بسبب نقل المواصلات، لكن ناخد بالنا بقى من الحته دي. هو قال لك اعاده توزيع السكان فين؟ في النصف الثاني من القرن العشرين، تمام؟ اعاده توزيع السكان في النصف الثاني من القرن العشرين. اللي حصل ايه؟ ان احنا عندنا حصل في النصف الثاني من القرن العشرين اللي هي الحرب بتاعت ان اسرائيل احتلت سيناء، وبالتالي اضطر ان يحدث تهجير، او الناس اللي موجوده في سيناء وموجوده في مدن القناه، تمام، تسيب الايه الاهالي اللي موجودين هناك، تسيب المناطق هناك وتتجه الى ايه، الى داخل مصر، في محافظات الدلتا والايه والوادي، محافظات الوادي والدلتا اللي هي الصعيد والايه ومحافظات الوجه البحري. وبعد ما حصل وانتصرنا في 73، رجع مرة أخرى، صرنا في 73، رجع مرة أخرى يزداد عدد السكان، أو يهاجروا مرة أخرى ويعودوا إلى إيه؟ إلى مواطنهم الأصلية، تمام، اللي هم إيه؟ الناس في إيه؟ في مدن القناة، وبرضه فين؟ في سيناء. يبقى بالتالي عندنا في الإجابة هنا هوت هي الظروف السياسية والإيه؟ الظروف السياسية والعسكرية، تمام؟ هي ديت في النصف الثاني من القرن الإيه؟ العشرين. طيب. بيقول لك ينتج عن الهجرة الداخلية، ينتج عن الهجرة الداخلية إلى محافظة البحر الأحمر ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث، نسبة الإناث عن الذكور، نسبة العمالة الزراعية، ولا معدل الزيادة الطبيعية؟ طبعا لا، طبعا ينتج عن الهجرة الداخلية إلى محافظة البحر الأحمر ارتفاع في نسبة الذكور على الإناث، لأن لما يهاجروا ليها، اللي بيهاجر هم الذكور عشان يشتغلوا، فبالتالي هيحصل إيه؟ ارتفاع في نسبة الذكور على الإناث. طيب، السؤال بعد كده تتركز. نسبة كبيرة من سكان مصر بمنطقة القاهرة الكبرى بسبب مظاهر السطح، الظروف السياسية والعسكرية، الأنشطة الاقتصادية، المناخ المعتدل. طبعا لا، الأنشطة الاقتصادية، احنا لسه بيهاجروا عشان يلاقوا فرص ايه عمل هناك في القاهرة الكبرى. طيب، من المشكلات التي تواجه محافظة البحيرة: قلة المصارف الزراعية، زيادة الملكيات الزراعية، فقر التربة والتصحر في أطرافها، ولا قلة الإيه؟ الدرع والقناطر. طبعا فقر التربة والتصحر في أطرافها، زي ما قلنا من شوية إن الإيه الدلتا، الأطراف الغربية والشرقية بيقل فيها إيه؟ بيقل فيها السكان بسبب إيه؟ فقر التربة، تمام؟ فالأطراف الغربية لمحافظة البحيرة، وده اللي احنا ايه لسه بمرينا لكم دلوقتي، بس برضه هرجع لكم بسرعة اهي تاني. يعني لو بصينا كده في الخريطة اللي فوق ديت، هنلاحظ كده الأطراف الغربية للدلتا اهيت، تمام، فبالتالي محافظة البحيرة الأطراف الغربية أو الجزء اللي هي فقر التربة والتصحر في أطرافها، هو ده اللي بيسبب فين مشكلة بالمشاكل اللي بتواجه ايه محافظة البحيرة. طيب، عندي بعد كده السؤال رقم 43: أكثر العوامل أثرا في اختلاف الكثافة السكانية في الدلتا، تمام، التضاريس، ولا التربة الخصبة، ولا المناخ، ولا النقل والمواصلات؟ تمام، احنا قلناها برضو ان هو الدلتا أكثر عمل بيؤثر فيها التربة الايه الخصبة، طبعا في الإجابات اللي موجودة قدامنا دي التربة الايه الخصبة. السؤال رقم 44 بيقول لك: تتميز مرحلة الاستقرار السكاني، مرحلة الايه الاستقرار السكاني، انخفاض معدل المواليد والوفيات، ارتفاع معدل المواليد وانخفاض الوفيات، ارتفاع معدل المواليد والوفيات، انخفاض معدل المواليد وارتفاع الوفيات. طبعا مرحلة الاستقرار السكاني دوت يعني ايه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا لما يزيد عدد المواليد عن الوفيات بيحصل زيادة في السكان، تمام؟ طيب، لما بيزيد الوفيات عن المواليد، تمام، بيحصل نقص فين؟ في السكان. طبعا ده وفقا للزياده الطبيعيه، لان الزياده الطبيعيه هي الفرق ما بين المواليد ناقص الوفيات، ده ناقص ده. طيب، مرحله استقرار السكاني بقى ايه؟ اللي هو يحصل انخفاض في المواليد وانخفاض فين؟ في الوفيات. يبقى الاستقرار السكاني يحدث امتى؟ لما يحدث انخفاض في معدل المواليد والوفيات، تمام كده؟ السؤال اللي بعد كده: تتشابه محافظه القاهره مع محافظه الجيزه في انهما انخفاض الأجور، أو في قلة الوحدات السكنية، ارتفاع مستوى المعيشة، ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور. طبعا لا، دي محافظات جاذبة، فارتفاع مستوى الإيه المعيشة.
يؤدي توظيف القدرات العلمية إلى هجرة العقول المفكرة، تحقيق التنمية، القضاء على العشوائيات، ارتفاع معدل الإعالة. لا طبعا تحقيق التنمية، لما أوظف قدرات علمية تمام هيساهم في تحقيق التنمية. السؤال بعد كده 47، يؤدي استمرار الهجرة الداخلية إلى محافظة الإسكندرية إلى ارتفاع معدلات التنمية، رفع كفاءة المرافق، ارتفاع معدل البطالة بها، زيادة نسبة الإناث. طبعا لا، ارتفاع معدل البطالة بها. طيب أدى 48، أدى التوزيع الحالي للسكان في مصر إلى قلة المشكلات البيئية، قصور البنية التحتية، الاستغلال الأمثل للموارد، زيادة معدلات التنمية. لا طبعا لما يزيد التوزيع الحالي للسكان، طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا في مصر التوزيع الحالي في السكان، الناس كلها متركزة 5% بس من مساحة مصر، اللي هي ايه 5%، اللي هي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم تمام، وعندنا ايه باقي مصر 95% من مصر بيقل فيها ايه. يعني لو لاحظ في الخريطة اللي قدامنا ديت، هي دي خريطة توزيع السكان لمصر، شايفين المناطق المعمور اللي هي لونها ايه اخضر تمام، المناطق المعمور اللي هي الناس فيها يعني هي اللي لونها اخضر. طب المناطق اللي لا معمور اللي هي لونها اصفر. يعني متخيلين حوالي 98.2% من سكان مصر عايشين في 5% او في اقل من 5% من مساحة ما ايه مساحة مصر، وعندنا 1.8% من سكان مصر عايشين فين في اكتر من 95%. ليه؟ طبعا الاسباب اللي هي اسباب التوزيع اللي احنا قلناها من شوية، ان في ايه عوامل طبيعية وعوامل بشرية بتؤدي لايه بتسبب دوت تمام، اللي هو احنا قلنا المياه في عوامل طبيعية، التربة الخصبة تمام، قلنا برضو التضاريس، قلنا برضو المناخ. طبعا العوامل البشرية هي اللي هي النشاط الاقتصادي وطرق النقل والمواصلات والظروف السياسية والعسكرية. يبقى خدنا بالنا بس من الخريطة ديت، توضح لنا جدا اللي هي الخريطة اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي. الخريطة دي توضح جدا، تخيل الناس عايشة في الجزء الاخضر ده بس، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم تمام، وباقي مساحة مصر تقريبا فاضية تمام. طيب عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده، احنا قلنا ادى التوزيع، احنا قلنا خلاص ديت ادى التوزيع الحالي للسكان في مصر ادى الى ايه قصور البنية التحتية. ليه قصور البنية التحتية؟ لما يبقى في ضغط شديد قوي على ايه على 5% مساحة مصر تمام، على مساحه صغيره مساحه مصر، فبالتالي هيبقى في قصور في البنيه الايه التحتيه. البنيه التحتيه مقصود بها ايه؟ اللي هي الكهرباء، الميه، الصرف الصحي، الطرق تمام. طيب عندي بعد كده، تدل زياده نسبه التلاميذ في التعليم الاساسي على ارتفاع نسبه العشوائيات، البطاله، الاعاله، الفقر. الاعاله طبعا تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، أكثر العوامل تأثيرا في التركز السكاني بمصر موارد المياه، التربة الخصبة، المناخ، التضاريس. طبعا أكثر العوامل المؤثرة في التركز السكاني في مصر هي موارد المياه تمام. يعني أكثر عامل الناس ليه متركزة قوي في وادي ودلتا مخفض الفيوم، أكثر عامل هو ده كله ده صح، بس أكثر عامل مؤثر هو موارد المياه. موارد المياه متوفرة في الوادي ودلتا عشان نهر النيل مخفض الفيوم. عندي بعد كده، تتمثل اكبر مناطق التركز السكاني بمصر في محافظات الحدود، القناة، الوجه البحري، الوجه القبلي. طبعا تتركز اكبر مناطق التركز السكاني بمصر في محافظات الوجه البحري. طيب عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده، العامل المسؤول عن مستوى الكثافة السكانية في محافظة مطروح. طبعا الكثافة السكانية يا جماعة، الكثافة السكانية بتحسب ازاي اصلا؟ الكثافة السكانية عندنا عدد السكان على المساحة، عدد السكان على الايه؟ على المساحة. فالعامل المسؤول عن مستوى الكثافة السكانية لازم يكون عامل من اتنين تمام؟ يا اما هيكون المساحة، يا اما هيكون ايه؟ عدد السكان. فبالتالي الإجابة اللي عندنا متوفرة هنا بيقول لك المساحة ولا المناخ ولا التضاريس ولا الموارد. طبعا الإجابة هتبقى إيه؟ المساحة. السؤال اللي بعد كده،
اكثر العوامل تاثيرا في تركز السكان في محافظه الاسكندريه؟ مظهر السطح، موارد المياه، التربه الخصبه، السمات المناخيه. طبعا المناخ او السمات المناخيه، تمام كده، تمام. ده اكثر عامل ايه، وكمان بيبان اول عامل دوت في الصيف لما الناس بتحاول ايه تروح اسكندريه تصيف وترجع تاني. طيب عندي بعد كده اكثر العوامل تاثيرا في تركز السكان في محافظه الاسماعيليه. عندنا الزراعه، السياحه، التعدين، النقل والمواصلات. طبعا النقل والمواصلات. طيب عندي بعد كده اكثر العوامل تاثيرا في تركز السكان في محافظه الغربيه والمنوفيه. ناخد الغربيه والمنوفيه، ناخد بالنا بس اللي هي وسط وجنوب الدلتا. اعتدال المناخ ولا جوده التربه؟ طبعا لو جينا ولا الانشطه الصناعيه ولا النقل والمواصلات. طبعا لو بصينا كده، مش هنا، هنا ادي ادي الغربيه وادي المنوفيه في وسط الايه، وسط وجنوب الدلتا، هم اللي هم الاثنين دول. فبالتالي الاثنين دول ايه، اكثر وسط وجنوب الدلتا دي فاكرينها وسط وجنوب الدلتا اللي بيؤثر عليها جوده الايه التربه، صح؟ يبقى الاجابه صح، تمام. طيب يبقى كده ايه اكثر عوامل تاثيرا في تركز السكان في محافظه الغربيه والمنوفيه هي جوده التربه. طيب كده يا جماعه، ده كان الجزء الاول من المراجعه بتاعتنا. ان شاء الله هيبقى في جزء تاني للمراجعه. ان شاء الله احنا قلنا ال 110 سؤال دول، تمام، احنا ده خدنا 55 سؤال منهم، ان شاء الله ما يخرجش عنهم الامتحان بنسبه كبيره جدا، تمام. فان شاء الله يعني الناس ايه تنتظر الجزء الثاني، هنزل الجزء الثاني بعد ده على طول ان شاء الله. ماشي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.